أخبار اليوم. محمود سنوز حاول تصور سنوز صح يا جمهورية مصر العربية صح يا جمهورية مصر العربية يا برسلي أنا يا برسلي استنى يا استنى يا أنا بكل الفخر وبكل الحب جاي وسبت ولادي عشان أعيد مع الرجالة فخر مصر جيش مصر رجال مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر الرجولة العسكرية شرف كبير ان انا خارج من هذا المعمل مفرخ الرجال العسكرية المصرية كان شرف كبير اني كنت فرد في التوجيه المعنوي لقواتنا العظيمة المسلحة أنا فاهم ده إزاي فاهمه كالآتي البلد دي الحتة دي في المنطقة دي على مر التاريخ دي دايما بيجيلنا كتير من الغزوات اللي جت تتواجه لمصر جت من حتات وأبناء مصر الأبطال اللي زيكم جدودكم كانوا بيقفوا يتصدوا للعدوان في الناحية دي الحتة دي سيناء اللي ذكرت في القرآن مقدسة وحتى النبي موسى كلم المولى عز وجل فيها وعبر فيها السيد المسيح الأرض المقدسة دي لما بتطلب من المصريين وقت ما بتطلب بيلب إذا طلب الدم بيجوا يقدموا دم دم مسلم ودم مسيح مفيش فرق قبلي وبحري بتوحدنا الحتة دي بتوحد مصر كلها لا شعور ما يتوصفش وسط ولادي واخواتي واسرتي النهارده على فكره اول مره في حياتي احس باحساس مختلف جدا احساس جميل جدا عيد احلى عيد في حياتي يمكن بجد مع اخواتي ولادي انا ما سبتش حد في بيتي انا جيت لقيت بيتي هنا واسرتي ده اللي اقدر اقوله كلنا اول مره نشوف المشروع القومي الجميل ده اللي جمع المصريين تاني وبعد عنهم اي شكوك واي انقسامات كانت موجوده قبل كده لان النهارده كلنا شعب واحد فانا حسيت النهارده بالوحده الوطنيه جوه مصر فندم كنا عايزين نعرف رايك في مشروع قناه السويس الجديد لا مشروع طبعا قومي لا شك في 8 ايام تقدر تجمع المبلغ اللي مصر كانت محتاجاه في هذه اللحظه في اسرع وقت ممكن دي حاجه عظيمه جدا خاصه كمان اللي اكبر من كده المشروع التنميه المشامله اللي هيكون في الخمس سنين الجايه هيكون فيه حوالي 5 مليون فرد اللي هي مليون اسره هتستفيد منه مشروع التنميه الشامله لحوالين الحفر من بناء سفن من صيانه سفن من خدمات موجوده على الارصفه من السفن اللي بتيجي وتركن وتاخد تشتري الادوات والمواد اللي محتاجاها من معاهد للحفر من معاهد فنيه تقدر ان هي تاهل ناس عشان تشتغل في المكان من لودرات من تركات من زي ما قلنا النهارده مراكز خدمه ومراكز للتركات دي وكل الخدمات الميكانيكا والخدمات جميع الخدمات اللي تكمل من البشر هيستفيد منها حوالين هذا المشروع كم كبير جدا حوالي 5 مليون يمكن في الخمس ست سنين الجايين